السلام عليكم، معكم الشيفة مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقدم لكم كيكة الزعفران المشربة بالحليب، وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة، وأسأل الله أن ينشر الأمن والأمان والاستقرار ببلدنا العراق ويحقق أمانيكم جميعا. هنا هاي الكيكة متكونة من كيكة سفنجية، وراح نشربها بالزعفران ونزينها. كلش طيبة وراقية، ممكن نقدمها بالعيد لضيوفنا. أنا حبيت أقدم لكم إياها بدلا عن الكليتشة، لأن أنا مقدمة كثير كليتشة. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 7 حبة بيض كسرتهم أنا وما بين هنا يعني، بس المهم خلطناهم 7 حبة بيض، وتقدرون تستعملون 4 حبة بيض، لأنه أنا مقدمة الكيكة الإسفنجية ب4 حبة بيض. تقدرون تستعينون بهذا الفيديو إذا بتردون سوون 7 حبة بيض. ضفنا له 3/4 كوب شكر، هذا نص كوب، وراح أضيف له 1/4 كوب. خلطنا هذا البيض خلط جيد. بدينا نخلط البيض والشكر بالخلاط الكهربائية حتى يصير عندنا كريمي ويتضاعف حجمه، حتى تنجح عندنا الكيكة الإسفنجية. وضفنا هنا 1 ملعقة أكل زعفران، لازم الزعفران حتى تنطي نكهة طيبة. وهنا ضفنا 1 ملعقة أكل هيل مطحون، وراح نبقى نخلطها تقريبا 10 دقائق إلى أن تضاعف حجمها. وضفنا هنا 1/4 ملعقة شاي ملح، و1 ملعقة أكل بيكنج باودر. وهنا خلطناها، وراح نضيف الطحين، وطبعا لازم يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، دائما انتبهوا لهاي المسألة. هنا ضفنا 1/4 كوب طحين، يعني 2 مرات ضفنا بهذا النص، وبعدين راح نضيف بالربع، يعني 1/4 كوب. هذا المقياس اللي لونه رصاصي كررناه 2 مرات، هذا الربع يعني صار 1/4. وهنا يصير الخلط من الأسفل للأعلى خلط دائري. وهنا عندي القالب داهن تاني، ومخلية بالقاعدة مالته ورق الزبدة، وهم دهنته ومشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وما ياخذ وقت، تقريبا نص ساعة او اقل يعني حسب فرنكم. انا مشغلة الفرن بس من الاسفل. وهنا من خلينا الكيكة بالفرن بدينا نحضر الصلصة اللي راح نشرب بيها الكيكة. هنا عندنا 1/2 كوب جبن فيلادلفيا او اي جبن كريمي متوفر عندكم، و1/2 كوب حليب محلى مكثف، و1 ملعقة اكل زعفران، و1 كوب حليب. وراح نخليه على النار وقت قصير جدا، يعني 2 3 دقائق بس، مجرد يذوب الجبن الكريمي ويصير عندنا القوام كريمي ونطلعه. ولازم يكون خفيف مو حيل ثخين، يعني لا تثخنوه. واذا شفتوا ما صار لونه اصفر، انا ما صار لونه اصفر طبعا، هذا انا ضفت له 1/2 ملعقة شاي صبغ الزعفران وشلته. هنا الكيكة من طلعناها هي حارة مباشرة شلناها، وقصينا بس القشرة الفوق مالتها حتى تشرب من نضيف لها هاي الصلصة، وصبينا عليها الصلصة مباشرة، يعني الصلصة تكون دافية والكيكة تكون حارة حتى تشرب. لازم الكيكة تمتص الكريمة هاي اللي حضرناها او الصلصة حتى يصير طعمها طيب. هنا من بعد ما شربناها بالصلصة خليناها شوية بالثلاجة وقت قصير، يعني بس مجرد تشربت وبردت زيناها بالكريمة. ممكن تسووها من الليل وتقدموها ثاني يوم، راح تشرب اكثر ويصير طعمها اطيب. هاي الصلصة راح تنزل بداخلها وتمتصها ويصير اطيب بعد. وهنا زيناها بكريمة الخفق، يعني خفقناها بس وزيناها، ورشينا عليها شوية شعرايات مال زعفران وقدمناها، وهذا شكلها النهائي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والف عافية. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو اذا عجبكم، تنشرون الفيديو بين اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة اذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الاكلات العراقية.